دغيا تشطح يكتبوا عليها إطلالة الفنانة مليكة بن علوز وهي بالكراك الأردني مما زادها جمالا وعمارا وكمالا ومسعودا. كلام ما يعرفوها ولا يايا إطلالة يا راح نتبسم لكم وديروا عليها إطلالة. هيا هيا نفاش إطلالة دوك طللوني دبوا راسكم دوك ما بانيش بدي بدأ الفيديو. لا لا ولا يا جماعة كريم هضر مانيش هضر على كاع لي باج كاين دي باج يعرفوا قيمة كل واحد قال هذا فنان هذا مؤثر هذا انفلونسور انفلونسوس مي كاين دي باج واحد اخرين يزيدوا عليها تلقاها هي صح عندها مليون ابوني مما على بلاش كيفاش عندها مليون تلقاها هي برك باسكو زعما عندها خوها ولا اختها مزوجة مع شونتور ولا عندها لي زابوني شغل كون كتقولها زعما انت شنو هو المحتوى تاعك والله ما كتب عليك ماشي با ندير دي فيديو نحطها في دروج طالعة دي فون ندير دي فيديو نحط ظهري وعندي مليون فيو وكيكتبوا عليها باجا اطلالة الفنانة جهيدة بن علوز وهي بطالون من الفلين من الفلبين مما زادها جمالا اللهم احفظها ومعلقها باش تقلب من تحت بشكل كي يجوا يسبوها ولا باقا ما رايكم ويبدا التفاعل مي كاين دي باج لي هذا ما كان صافا هاي شويه شطيح شويه لومبيونس شنو كيف ولا غير سيريوس كرهت كرهت جوني مر بهذاك السؤال تاع منين شريت الوضع راكو على بالكم راكو على بالكم ابا حارث جوني مر